العايد مع سعد ضمد. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. لا تذكر البصرة إلا وذكر النفط والموانئ والحروب ومرض السرطان. هذا الاقتران ليس اعتباطيا بل هو اقتران حقيقي، فهي مدينة يعيش من أموال نفطها 40 مليون عراقي، وهي منفذهم البحري الوحيد على العالم. خيرات الأرض والمياه يقابلها جانب مغاير، فالبصرة تضم أعلى معدلات الإصابة بمرض السرطان وخصوصا لدى الأطفال، وهي المدينة التي وقعت عليها الحروب جميعها، ولو كتب تأريخها فمن الظلم أن يحيد عن هذا الاقتران، وإلا سيكون تأريخا مزيفا. عانت كثيرا من ويلات الحروب وتعاني اليوم من سوء الخدمات وارتفاع معدلات البطالة والفقر. جرب أهلها كل أشكال الضغط على حكومات ما بعد 2003 فقط من أجل أن يجدوا بناية مدرسية جيدة أو مستشفى حديث أو طريق اعتيادي أو على الأقل مياه شرب غير ملوثة، وليس من أجل أن يعيشوا في رخاء وبذخ كما تعيش مدن في دول مجاورة لا تدر نصف ما تدره البصرة. لماذا تجددت الدعوة لتحويلها إلى إقليم؟ وهل هي جادة أم جاءت للضغط من أجل زيادة حصتها في الموازنة؟ كيف يعيش في فقر شديد سكان مدينة هي الأغنى في البلد؟ إذن أعزائي المشاهدين، إقليم البصرة، ورقة ضغط أم ورقة حل، هو محور المحايد هذا اليوم مع ضيوفي السيد عدي عواد النائب عن محافظة البصرة والذي سينضم إلينا بعد قليل، السيد معين الحسن معاون محافظ البصرة، ومعي من واشنطن السيد رمضان البدران الباحث في الشأن العراقي. أرحب بضيوف الكرام وبكم أعزائي المشاهدين، وأدعوكم وأدعوهم لمتابعة هذا التقرير. منذ قرابة 16 عاما وفكرة إقامة إقليم البصرة تطرح بين حين وآخر دون أن تتحقق على أرض الواقع، وفي المقابل طرحت مشاريع أخرى بديلة من الحكومة المركزية في بغداد، حتى عدت فكرة الإقليم التي يلوح بها نواب وشخصيات أكاديمية ووجهاء العشائر ورقة ضغط على الحكومة المركزية لا تملك المساعي الجادة لتحقيق الفكرة. وتشير أغلب تقارير المنظمات الدولية والحكومية إلى أن نسبة 70% من ميزانية العراق تأتي عبر مبيعات نفط البصرة، وهو ما يثير حفيظة سكان المحافظة التي تعاني سوءا في العمران والخدمات العامة، إضافة إلى تأخر صرف الميزانية المخصصة للخدمات والبنى التحتية، ما أدى إلى تزايد حالة التذمر وانطلاق الاحتجاجات فيها. لذلك بدأت فكرة الإقليم تلقى تجاوبا غير مسبوق نتيجة عدم الإيفاء بالوعود التي قطعتها الحكومات السابقة. وأكد ناشطون أن هناك رغبة شعبية وسياسية حقيقية لإقامة الإقليم لما تتمتع به المحافظة من إمكانيات ومقومات هائلة، وما تشعر به في مقابل ذلك من ظلم وغبن جراء عدم الاهتمام من قبل الحكومة الاتحادية وعدم وجود ميزانيات مناسبة للخدمات الأساسية في المدينة. فيما أشار مختصون إلى أن المشكلة الإدارية التي تعبر عنها وزارات مركزية مترهلة وفاشلة لم تتح للمحافظات العراقية فرصة تجاوزها لتحظى على الأقل بتطبيق عادل وهادئ وتدريجي لقانون إدارة المحافظات الذي أقر عام 2008 وتم التعديل عليه أعوام 2010 و2013 و2017، فهذا القانون يمكنه أن يترجم طموحات المحافظات العراقية كما يترجمها الإقليم وربما أكثر، ويتخوف بعض البصريين من تحول نحو الإقليم نتيجة انتشار الجماعات المسلحة والأحزاب الفاسدة التي قد تفرض سيطرتها عليه بقوة السلاح كما يقولون. وقد لوح نواب عن البصرة بعدم التصويت على قانون موازنة 2021، ما لم يتم منح المحافظة حقوقها المشروعة وإنصافها على حد تعبيرهم. من جديد أرحب بكم أعزائي المشاهدين. للأسف ضيفي السيد عدي عواد تأخر عن موعد البرنامج، إذا أبدي معك أستاذ رمضان البدران. راقبت بالتأكيد تجدد
الدعوة إلى أقليم البصرة، وهي دعوة أنت بالخضم منها تكتب عنها كثيرا وتدعو إليها كثيرا برفقة آخرين. إذن هل ترى مبدئيا هذه الدعوة جادة أم جاءت على هامش الضغط من أجل زيادة تخصيصات الموازنة موازنة المحافظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا للاستضافة. في الحقيقة الدعوة لإقامة أقليم البصرة دوما لها مسارين. المسار الأول كان مسار شعبي وانطلق منذ 2004، وكان هذا المسار قبل أن يكتب الدستور أصلا، وهذا المسار أخذ يحاكي واقع البصرة من ذاك الوقت بطريقة عقلانية أكثر ما هي سياسية، ثم تطور عن تقديم طلبين لإقامة الإقليم، والآن تمخض عن وجود تنظيمات أو مؤسسات ترعى بشكل مختص هذا الحراك، منها تبلور تجمع إقليمنا أو البيت العراقي، البيت البصري للثقافة الفيدرالية. فهذا الحراك حقيقة كان واستمر وتطور إلى أن أخذ شكل النظام إلى حد أنه تشكيل سياسي يتبلور الآن، وهناك حتى تنسيق بين البصرة ومحافظات أخرى كالموصل حول ضرورة الذهاب للنظام الاتحادي في عموم العراق، وهذا التنسيق قائم الآن بشكل عملي. هذا المسار الأول قديم. العفو أستاذ رمضان، ما 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 جدوى التنسيق بالذات مع الموصل؟ يعني ليش مع الموصل؟ ليش مع الأنبار، مع ديالة، مع صلاح الدين، مع الميساء؟ نعم، الموصل وصلت إلى نفس الحد، نفس الانسداد. الموصل وصلت إلى نفس الانسداد في إيجاد حل لظروفها، وبدأت تبحث في النظام الاتحادي، وبالتالي هذه المحاكاة مع الموصل. الموصل قدمت رسميا طلب الآن، رسميا المحافظة الوحيدة بعد البصرة قدمت طلب رسمي للتحول إلى إقليم، هي المحافظة الوحيدة بعد البصرة، وبالتالي هذا التنسيق بدأ يطور ويبلور الرؤية أبتر للنظام الاتحادي. من هي يا ريت تقول لي سيد رمضان، من هي الجهات السياسية اللي تنسقون وياها أو اللي عندها تنسيق ويا البصرة، ومنه الجهات السياسية من البصرة؟ يعني الجهات السياسية اللي تنسق من البصرة ومن الموصل، هم طبعا جهات من الناشطين وليس جهات من الحزاب السياسي الموجودة. هناك تجمع إقليمنا له فرع في الموصل وله فرع في البصرة، ويلتقي الطرفين، والتقوا في بغداد مؤخرا، وقد ذهبوا إلى تسجيل مؤسسة مجتمع مدني وتنظيم سياسي يختص في الدعوة للشأن الاتحادي. وطبعا هذا يؤكد أن الشأن الاتحادي شأن ليس له علاقة بالشأن السياسي أكثر ما له علاقة بإصلاح النظام الإداري. ربما أستاذ رمضان هذا يضعنا في خانق، أنه أيضا رجعنا هذا بالنتيجة تنظيم سياسي جاي على هامش الانتخابات وراح يترك الأقلمة أو يترك إقليم البصرة أو إقليم الموصل مجرد أنه يفوز بالانتخابات أو ما يفوز. لا، في الحقيقة ذهبوا، في الحقيقة هؤلاء يعملون منذ سنوات، ولكن انتهوا إلى أن وضعهم بدأ يتبلور إلى أن ضرورة أن يكون جزء من العملية السياسية، فهذه عملية معكوسة. هم عملوا لسنوات وانتهوا إلى ضرورة إقامة مثل هذا الإطار وهذا العنوان، وليس العكس مثل ما يحصل أن بعض السياسيين عندما يحتاج إلى موضوع الإقليم يبدأ يطرح موضوع الإقليم في مراحل الانتخابات والمراحل السياسية، وهذا فرق كبير بين الحالتين. فالحالة الأولى هي حالة صحية، وهي حالة من ناشطين معظمهم لم يدخلوا في معترك السياسة ولم يمارسوا السياسة بشكل مختص، وإنما هم كلهم ناشطين وكلهم مستقلين، ومعظمهم من فئات شبابية كانت تعمل لسنوات في الدعوة إلى تحويل العراق إلى نظام اتحادي، ويجدون أن الحل في البصرة وكل المحافظات لا يمر إلا من خلال هذا المسار. طيب الـ أيضا هي الدعوة، وبالمناسبة أيضا أطلقت من برنامج المحايد مساء أمس، أطلقها نواب اثنين مثل السيد عبد الأمير المياحي وفالح الزيادي، تحدثوا عن إقليم الجنوب، وأيضا تحدثوا عن نية لدى نواب يعملون بشكل مستقل أنه يتجمعون بالبصرة ويطلقون الدعوة إلى إقليم الجنوب. طبعا قيدوا الموضوع في حال إذا بقت تخصيصات الموازنة على ما هي عليه. هل تعتقد أن إقليم الجنوب ممكن أن ينضج بهذه السرعة؟ لا طبعا، في الحقيقة طرح موضوع إقليم الجنوب هو طرح عليه مأخذ أنه يكون هو سياسي أكثر مما هو يتماشى مع السياق الدستوري المطلوب لتشكيل إقليم. هو في الحقيقة نعم الجنوب يعاني مجتمعا من معاناة كبيرة وإهمال كبير، ربما البصرة تدفع ثمنين، ثمن الإهمال العراقي من بغداد، وثمن الظروف
المتعثرة في محافظات الجنوب التي البصرة تتحول إلى الملجأ الوحيد لأبناء وسكان هذه المحافظات. وبالتالي فكرة إقليم الجنوب حقها فكرة سياسية أكثر مما هي واقعية ودستورية. الباب الخامس من الدستور يرسم طريق الحل، ولكن عمليا من الصعب التوفيق بين أكثر من محافظة في هذا الوقت. كنا درسنا هذه الأمور سابقا مع محافظات الجنوب، وجدنا أنه من الصعوبة عمليا أن ينشئ مثل هذا الإقليم، وبالتالي التلويح به والدعوة له سوف لن تكون واقعية ولن تنتج أي حل أو أي إقليم أو أي أي أي, أي إقليم. لا، المحافظات هي الطلب الأصح والأسلم، وهو الأقل اتهاما بالتجزئة، وهو الأقل اتهاما بأنه هناك مؤامرات أو مأخذ سياسي. المحافظات هي بنى إدارية، والدستور في الحقيقة للبصرة. مع السيد معين الحسن. سيد معين، أكيد استمعت حضرتك، أو خليني أبدو إياك إذن من الدعوة اللي أطلقوها النواب، وتحدثوا عن اتفاق بين أعضاء برلمان أنه يتجمعون بالبصرة ويطلقون دعوة من هناك إلى إقليم الجنوب. أيضا تحدثوا عن دعم من قبل شيوخ عشائر ومن قبل وجهاء، والسيد عبد الأمير المياحي تحدث عن أنه نسبة المقبولية أو نسبة القناعة تصل إلى 70%. كيف تعلق على هذه الدعوة، وهل أنتم في الحكومة المحلية معها أم لا؟ شكرا لك ولمستمعيك الكرام. يعني بغض النظر عن وضع الفيدرالية الدستوري والقانوني، بالتأكيد يبقى هذا الحق هو قائم لأهالي البصرة، لكن يتفاقم الوضع تدريجيا عقب حصول أحداث مهمة كقانون الموازنة المزمع تشريعه حاليا، ونتيجة للظلم والإجحاف الذي تعرضت له البصرة في هذه الموازنة، بالتأكيد هذا يدفع نواب الشعب ويدفع الجماهير ويدفع الحكومة المحلية إلى الحصول إلى حق المحافظة. ونحن نعلم أن حق المحافظة في ظل هكذا موازنات سوف تكون حقيقة حقوق مسلوبة، مما نضطر إلى دعم النظام الفيدرالي وإقامته كإقليم الجنوب. والإقليم الذي نسعى إلى إقامته حقيقة هو ما هي أشكال الدعم؟ أستاذ معين تتحدث عن دعم أو اضطراركم إلى الدعم، ما هي أشكال الدعم اللي تقدموها ممكن؟ يعني أنا أحكي بكل صراحة، أشكال الدعم هي مختلفة. أولا الدعوة لإقامة النظام الفيدرالي هي الطموح لإقامة إقليم إداري وليس إقليم انفصالي، والغاية من هذا الإقليم هو الحصول على حقوق أهالي البصرة. هذا جانب. الجانب الآخر، الظلم اللي تعرضت له البصرة بهذه الموازنة وبالأرقام، يعني لما تأتي موازنة تخالف توجيهات الدائرة القانونية، أنا أدعو الحكومة إلى مراجعة قرارات الدائرة القانونية في الأمانة العامة للسوزراء، والتي شخصت بأن الحكومة أو بأن الحكومة نعم خالفت أو لم تشرك وزارة التخطيط في إعداد هذه الموازنة، وهذه مشكلة كبيرة جدا. هذه مخالفة رقم واحد. مخالفة رقم اثنين التي رصدتها الدائرة القانونية، يعني ومن فمك أدينك، أنه تم تحديد صادرات إقليم كردستان 250,000. كيف إذا صدر إقليم كردستان أكثر من هذا الرقم 300,000 برميل يوميا؟ ما هو مصير هذه الأموال؟ لم يفترض أن لا يحدد برقم معين، إنما يقال أن كل ما ينتج من إقليم كردستان يجب أن يخضع إلى الحكومة الاتحادية كما يخضع إقليم نفط البصرة. راح أجي على نعم. الأرقام تفصيلا، أرقام ما يصدر عن البصرة من أموال، وراح أجيها تفصيلا، بس أريد القيد اللي حددته حضرتك، يعني شو وقت تدعمون الإقليم أو الدعوة إلى الإقليم، وشو وقت تدعموها؟ يعني إذا تغيرت التخصيصات راح تتوقفون عن دعم هذه الدعوة؟ والله خلي أكون صريح معك أخي العزيز، أنت تدري موضوع إقامة الإقليم هو من المواضيع الطويلة الأمد، والمواضيع التي تحتاج إلى عمر سياسي كبير للشروع بهكذا مشروع. طبعا المشروع قائم، يعني التفكير به قائم، ومحاولات عديدة كما تعلم أخفقت، خلينا نكون واقعيين، منذ 15 عام جهات عديدة طالبت بهذا المشروع وللأسف لم تحظى بتأييد كامل ولم تنجز لأسباب عديدة، جانب منها سياسي وجانب منها اقتصادي وجانب منها لربما مناطقي. لكن حقيقة نحن نقول أنه ما يهمنا هو استحقاقات البصرة. خلي أضرب لك فرد مثال أستاذ العزيز. تدري أنت الآن تخصيصات البصرة
الآن 518 مليار، في حين أنه نحن الآن لدينا سلف مرفوعة مستحقة الدفع إلى وزارة المالية بقيمة 700 مليار. كيف شنو راح نسوي للفرق أولا؟ ثانيا ما مصير السلف التي تأتي إلينا بالمشاريع المستمرة؟ من أين نمو لها؟ تقف المشاريع حصتكم للموازنة حسب ما مثبت عندي. لا هذا الإجمالي، أنا أحكي لك على المشاريع المستحقة الدفع أحكي لك إياها. تدري أنت قرار تعليمات تنفيذ العقود الحكومية خلال 30 يوم إذا لم يتم إعطاء استحقاق للمواطن للعفو للمقاول يتم من حق المقاول أن يوقف المشروع؟ إذن ما هو مصير هذه المشاريع في السنة القادمة؟ لذلك هي القضية مهمة جدا. على الحكومة حقيقة أن تعيد النظر في تخصيصات محافظة البصرة بغض النظر عن كل شيء. لا نريد أن يكون موضوع الفيدرالية هو استفزازي وكردة فعل لهذه الموازنة. أحكي بكل صراحة، طيب. الفيدرالية حق مشروع وطموح كبير لدينا، لكن يفترض أن يقوم على أسس صحيحة ومنطقية وبتوافق سياسي كبير كي نحصل على راح أجيك بعدين على ما تحدث عن بيان آخر لنواب البصرة عن تفاصيل ديوان الرقابة المالية والاستحقاقات المحافظة في ذمة الحكومة، راح أجيب وياك هذا الموضوع. أنا شخصيا أنتقل للسيد عدي، سيد نائب عدي العوادي، مرحبا بك استاذ عدي. اذا استمعت، ما يعني ما راح اعيد عليك الاسئله، هذه دعوه لاقليم البصره ودعوه الى اقليم الجنوب تتحرك الان على هامش مشاكل الموازنه، كيف تعلق على الموضوع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية رحب بك جميع الاخوه المستمعينكم ومشاهدين قناتكم الكريمه. يعني بصراحه هي دعوه الاقليم هي مو جديده، يعني دعوه قديمه لكن تتكرر عندما يكون هناك ظلم أكثر ويكون هناك استخفاف بأهل البصرة. نعم. وبصراحة صحنا أولاد الملحة بس كافي يعني. يعني اليوم من إجي طبعاً هي مو قضية إحنا بطرانية نريد نصير إقليم. بس إحنا من نشوف من نقارن ويا الإقليم اللي بصراحة يعني جميع الإمكانيات، جميع إمكانيات الدولة وجميع الموارد تروح له، وأنا نفط البصرة 72% من موارد الدولة اليوم هو من البصرة. ويجب الإقليم اللي ما ندري بوارداته وين، ولا ندري بإمكانياته، واردات النفطية واردات الغير نفطية ما ندري بها وين، وفوق هذا كله يجي بالموازنة يضيف له ما ديونه في السنوات السابقة اللي هي بتقدر أكثر من 13 تريليون. هذا بصراحة هذا يدل على مدى الاستخفاف بأهل البصرة ومدى مدى استصغارهم للبصري. وهذا يدعوكم البصري طبعا يدعونا. يعني بصراحة أنا من إذا أكو أحد النواب قال لكم يجوز أكو تعاطف شعبي، لا مو بس تعاطف شعبي، يجوز يصير بعد كم يوم بالقوة، يصير بالقوة. إيه طبعا. شلون يعني بالقوة؟ أنا أقول لك بالقوة، الناس تطلع للشارع إذا بقى هذا الاستخفاف اللي جاي يصير بأهل البصرة. الناس تطلع للشارع، تقطع كل منافذ النفط وتقطع حتى الشوارع. ها يعني غير الإقليم يصير يعني هو الإقليم ونعلن إقليم، لأن إحنا بصراحة من أنا من أقول لك أنا مو بطران، لأن أنا جاي عاني مفروض أعاني معاناة السماوة، معاناة الناصرية، معاناة لكن أنا من أجي وقانون روحي بالإقليم ألقى روحي لا أنا مبيوع أصلاً، أنا كبشر مبيوع. البصري اليوم القاعد بالفا والقاعد بالعشار اليوم مبيوع، اليوم أصلاً ملابس اللي عليه مو إله للإقليم. إحنا اليوم هذا هو اللي يدفعنا بصراحة. لذلك هي من أجت حكومة السيد الكاظمي كان هناك أمل ولو 1% أنه تحط حد لهذا الاستهتار الكردي. هذا الاستهتار الكردي اللي على السنوات السابقة المفروض أحط له حد، أما أنه هذا الاستهتار يستمر وكل سنة يضحك علي ويضيف والله 250 ألف برميل راح أسلمها، وينها 250؟ أجت الموازنة، أجت الوفود، أجوا كيك وشاي شبعنا ومبالغ هائلة بس كيك وشاي. شنو اللي صار؟ أجوا كذبوا علينا، خذوا اللي رادوا ضافوا على الموازنة. وهناك مع الأسف بعض الكتل السياسية وبعض رؤساء الكتل السياسية الجامل على حساب مصلحة الشعب العراقي. يعني أنا أقول لك بصراحة لأنه عائلته قاعدة بربيل يخاف عليهم ويخاف على مواردهم ويخاف الكرد يزعل عليهم. من يتحدث أما أنا شنو عندي يزعل على الكرد يزعل أو ما زعل طب طب أنه الاتفاق ما تام. هناك من يتحدث أنه اتفاق مع الإقليم ما تام. عموما هاي تفاصيل أخرى يا أخي، شلون ما تم؟ هو ضايفها بالموازنة. موازنة اليوم صادرة من مجلس وزراء اليوم، صحية ما راح تمشي مجلس النواب على بصراحة على قصر قاونا ما تمشي على قصر اي والله على قصر رقابنا ما تمشي هالموازنه. لكن بصراحه اللي طلعت من مجلس الوزراء انا اقول هذا الوزير اللي صوت ما عايش معاناه العراقيين بالوسط والجنوب، بس هذا سأل
هذا ما عايش. خليني أسأل. خليني ولا وكو وزراء عايش بلندن ما يدري. خليني أسأل شنو الـ 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 الموضوع اللي يخليكم ما تصوتون عليها على قصر قابكم؟ موضوع حصة الإقليم لو تخصيصات المحافظات الأخرى؟ لا طبعاً حصة الإقليم. يعني أنا لو تساهية لو مساواة لو إحنا ببلد واحد واللي تحمل كل إحنا نتحمل المعاناة وكلنا نتحمل التقشف، نتحمل نزول الدولار، صعود الدولار، هبوط سعر النفط، أما على رأس ريشة والإقليم قاعد. وبصراحة أنا مو أهم الشعب الكردي مغضوب على أمرهم، على المتسلطين هناك على رأس ريشة ويتحكم بواردات الوسط ويتحكم بواردات البصرة، هذا ما مقبول. طيب أنا هذا زمن ولا بصراحة من قانون الاقتراض ولا هذا الزمن ما يجيب والإقليم يتحكم به. أنا أريد أرجع موضوع الإقليم البصرة، لكن خليني أسأل هذا التي يتحدث عنه السيد عدي عواد، موقف شخصي لو موقف كتلة؟ ياوة لا أكيد عدم التصويت. كتلة ما أقول لك، كتلة صادقون ما تقبل بالظلم. اليوم احنا نتعرض الى ظلم، فهذا قرار كتلة اليوم بالوسط والجنوب نتعرض الى إبادة. هذا قرار وبالإقليم هو المستفاد. انا بصراحة خليك لك واضح، انا لو رايح لابو عمارة ما احكي لان عنده معاناتي وادري بشنو، لو رايح لابو بغداد ما احكي، لكن الاستخفاف هو يصدر النفط والمنافذ الحدودية ما ندري بيها وين، وعنده 250 الف مزدوجي يستلمون اكثر من راتب، وفوق هذا ديوان الرقابة ما ندري جاي يصير ما يصير، رواتب وين جاي تروح بجيوب ما ادري وين. طيب. المنافذ ايش قد وارداتها؟ طيب. ما ندري. طيب. ويجي الاقليم اللي صدر له فوق 750 الف برميل متفضل عليه 250 كذب يكذب عليه يحطها بالموازنه. هذا موضوع الاقليم صار واضح. اريد ارجع لعدم التصويت، هذا موقف كتله إيه طبعا لن تصوتوا على الموازنه بشكل كل، مو بس ككتله صار كفتح، هناك راي بيرجع الموازنه رجعها للرئي خليه هو يحتار بيها لهذا السبب. هي مو موازنة. طيب. على الناس. طيب هي هاي الموازنة المفروض لو تقشفية بها وضوح، لو انه موازنة انفجارية. طيب رجعني الموضوع الإقليم استاذ عدي، وقل لي وين حدكم بالنسبة الى التجمع واعلان الإقليم سواء كان إقليم جنوب او إقليم البصرة؟ يعني ايش منتظرين اقرار الموازنة اذا قرر؟ والله جاي نستحي، لا يعني خجل ما اخذنا يعني بصراحة وما اريد تطلع من عندنا العيلة بصراحة. هذا اللي ترى اغلب اليوم مشايخ ووجهاء البصرة شوي يقول لك عراق وما اريد انا تطلع من عندي، لكن الاستهتار اللي جاي يصير بالاكراد بصراحة هناك عاطفة جياشة وهناك دفع باتجاه ان يقول لك كافي، يعني احنا ما نقبل، وخصوصا هسه من صارت قضية الموازنة. لذلك قضية الموازنة قضية أساسية ومهمة، المفروض مجلس الوزراء قبل لا يطلعها ومتفاخر بها يعلنها بوسائل التواصل الاجتماعي، المفروض يعيد ألف حساب يلا يعلنها. أما اللي ما يدري اللي صوت من الوزراء اللي ما يدري، طبعا أنا عذره لأنه هو الوزير أصلا عائلته لو بدبي قاعدة لو قاعدة بلندن بعضهم طبعا مع الخيرين، هذا ما يدري سالفة شنو، ما يدري وين اللي قاعد بالفاوشن معاناته، اللي قاعد بالعشار، اللي قاعد بالعمارة شنو معاناته. فأكيد يصوت عليه كم موازنة. لو خيرتم بين إقليم البصرة وإقليم الجنوب، ما هي أولوياتكم بهذا الموضوع بصراحة؟ صدق؟ بصراحة لا البصرة طبعا. إقليم البصرة بهالحالة أكو سعي أو خطوات جادة؟ هي أكو خطوات يعني شغلة مو جديدة، لا جديد يعني بالوقت الحاضر. هي قديمة الدعوات، أكو خطوات وكنت الآن أكو استفتاء طبعا، هي حد الآن أكو يعني جمع تواقيع للبدء بعملية إعلان إقليم صراحة. إذا بقى الوضع على ما عليه، إذا بقى استصغار المواطن البصري كأنه هو من خارج مو ما تابع للعراق تابع لغير دولة. من الذي باشر جمع التواقيع؟ يعني كالنواب أكيد. نواب البصرة يعني مو جمع. نعم. طيب تدري اليوم احنا اكو عدد يعني انا اغلب السادة النواب مو موافقين على هذا الاجراء بصراحة. نواب البصرة لو نواب البصرة نحكي موافقين على الموضوع، يعني ما عندك الان عدد تقريبي او يعني هنا 24 نائب هم اغلبهم موافقين يعني. طيب خليني ارجع للاستاذ رمضان البدران. استاذ رمضان تدري الدعوه هذه مو جديده، يعني هذا الرابعه وجهت الدعوات السابقه برفض وعرقلات ورفض من بعضها من الشارع البصري، بعضها رفضت من قبل قاده كتل. شنو الجديد بهذه الدعوه؟ ما الذي يجعل هذه الدعوه قابله للنجاح او غير قابله للنجاح؟ اريد رايك انه يعني بهذا الموضوع. في الحقيقة ثبت أنه إرادة الدستور يعطي الإرادة الجماهيرية الأولوية في طلب الإقليم كخيار، أنه 2% يقدمون الطلب أو ثلث مجلس محافظة. وبالحقيقة إذا مجلس محافظة الآن حل فلا بد من الذهاب إلى أنه تجميع التواقع، والتجميع التواقع هو مو صعب يعني، لكن تجميع التواقع ثبت أنه تقدم الطلب ولكن يهمل،
ولابد من وجود آلية سياسية للضغط. لو كانت هناك آلية سياسية جاهزة للضغط لما فشل الطالبان السابقة، وبالتالي وحتى الآلية القانونية الموصل قدموا اعتراض وطعن ولم ينفع. هناك حاجة لضرورة وجود ضغط سياسي، ونواب البصرة على ما يبدو ان تكاتفوا فبإمكانه أن يحموا هذا الطلب القادم. الطلب القادم أكثر من جهة تتبناه، هناك تواقيع جاهزة أصلا للتقديم، وبالتالي إذا ما تضافرت الإرادة البصرية الشعبية والسياسية المحلية والعاملة على المستوى الوطني مؤكد أن هذا المشروع سيتقدم خطوات إلى الأمام. لكن تعرف حضرتك، ربما أكو محاذير إقليمية، أكو ضغط ربما إقليمي، بعضهم يقولون مع الإقليم البصرة وبعضهم يقولون ضد إقليم البصرة. بالنتيجة هي القصة مو قصة شارع ولا حتى قصة نواب محافظة فقط، القصة أكبر. أنتم اللي نعم. اللي تدعون إلى الإقليم ماخذين هذه القضايا بنظر الاعتبار؟ نعم مأخوذة بنظر الاعتبار، وواضح لدينا مواقف الإقليمية والدولية من هذا الموضوع، وهذا أمر واقع. لكن جزء كبير من عنده هو سوء الفهم لموضوع الإقليم. الإقليم الذي ندعو له في البصرة في الحقيقة يختلف عن مفهوم الإقليم حتى في كردستان، وهو ليس موضوع سياسية وليس لها علاقة بنظام الحكم والسياسة. إقليم كردستان على سبيل المثال هو ليس نظام اتحادي، هو مجرد إقليم يتقاسم السلطة مع بغداد، ولكن في داخل إقليم كردستان لا يوجد نظام اتحادي بدليل السليمانية وثورتها. النظام الاتحادي الذي نريده في البصرة أنه الناحية تأخذ حقوقها مستقلة عن القضاء، والقضاء مستقل عن المحافظة، والمحافظة مستقلة عن بغداد، وكل من يمارس اختصاصه في بناء وتنمية وإدارة شؤونه. هذا الأمر لو كان واضح لما وجد مبرر لأي جهة إقليمية أو داخلية للاعتراض. ولكن البعض يريد أن يكون العراق لو سمحت أن أشبهه مثل قوزي، يريد العراق كله خروف مشوي على صينية وحدة ويأكل براحته، يعتبر أنه إذا تقسمت الثروات، يعتبر إذا تقسمت الإدارات انه هذا يعرقل عليه عمليات الاستئثار بالمال العراقي. طيب هو خيار الاقليم يقسم الثروات استاذ رمضان، وبين من يقسمها؟ لا يوزعها بشكل موضوعي وفق الجدوى والاستعمال الارشد والامثل. على سبيل المثال عندك عندك شبكه مجاري، لو بناء جسر، لو بناء مدرسه في ناحيه، ما علاقه بغداد في هذا الموضوع، بل حتى ما علاقه المحافظه بهذا الموضوع. انت لذلك هناك في الدستور مجالس محلية أنشئت في المحافظة في النواحي والأقضية والمحافظات، وعلى عموم العراق هذه المجالس تختص في رقابة الشأن العام والمصالح العامة على المستوى المحلي وفق التخصص. إلغاء هذه المجالس تهميشها هو العملية الضربة الأولى لحصة النظام الاتحادي. كذلك أنه يعني إيجاد عدم ثقة في المواطن، يعني طيب. ابن مجلس الناحية إن لم يكن طيب. حريص على أمر ناحيته. أستاذ رمضان يعني ارجع للموضوع، عدم تحقق الإقليم على أرض الواقع، رغم أنه الدعوات قديمة، وحضرتك في الحديث بياناتنا السابق على البرنامج قلت لي منذ 2004 أنتم تشتغلون على هذا الموضوع، ليش ما تحققت؟ ومن الجهات السياسية وإذا عندك علم حتى الإقليمية التي تقف ضد إقليم البصرة؟ هناك تحفظ على أنه بدعوى أن العراق يتفكك، ونحن نقول هذه الدعوة خاطئة وهذا الإحساس خاطئ. احنا لا علاقة بين النظام الاتحادي ونظام التفكك والتوزع. هو النظام الاتحادي نظام إداري، العراق فيه الدستور رسم طريقين طيب. نظام حكم ونظام إدارة. نظام الحكم جمهوري نيابي ديمقراطي، أما نظام الإدارة فهو نظام اتحادي وبنى مجالس محلية له على كل المستويات، والباب الخامس كله من الدستور يرسم سياق، بل إن الدستور لم يذكر محافظات، دوما يذكر الأقاليم والمحافظات التي لم تنضوي بإقليم، بما معنى أن العراق مسار الدستوري هو اتحادي ونحو الأقاليم والمحافظات حالة عابرة. أما أنه الناس تريد أن تبقى في المحافظات طيب. فهذا يعني أنه تكون الوصاية لبغداد طيب. فلا طيب. عليهم أن ما يحكمون. طيب أستاذ رمضان خليني أنتقل لأستاذ معين من نائب محافظ البصرة وهو معي من البصرة. قلت لك بالجزء السابق من السؤال الموجه لحضرتك بأنه أريد أنتقل وياك التقرير ديوان الرقابة المالية، يؤكد وجود استحقاقات مالية كبيرة لمحافظة البصرة مترتبة على وزارة المالية للأعوام 14 و15 و2016 أيضا، يصل مجموعها إلى حوالي 20 تريليون دينار لم تستلمها المحافظة إلى الآن. يعني 4 سنوات وأنتم ما محصلين الأموال، هذا تقصير بالحقيقة.
يعني هي القضية مو بس قضية تقصير الآخرين ولا تقصير الحكومة المركزية ولا تقصير الفرقاء اللي يأخذون حصتكم، أيضا تقصيركم أنتم مفرطين بأموالكم لأن ساكتين عنها، وهذا أيضا راح أتوجه به للسيد النائب هذا السؤال. شوف أخي الكريم، أنت تعلم أنا تحدثت بهذا الموضوع قبل فترة وعلى قناتكم الكريمة، وذكرت أنه هذه الاستحقاقات ذكرها ديوان الرقابة المالية وهو ديوان مستقل، وبالتالي ظلمت البصرة في هذا الاستحقاق. يعني هو يأتي تباعا للمظلمة المستمرة لمدينة البصرة، خلي أحشيها بكل صراحة، مع هذه المظلومية وتزداد الطلبات حول إقامة الإقليم، لكن أنا أعلم وأنت تعلم أن هناك تحديات كبيرة، والحكومة الاتحادية تقف وجهات أخرى كبيرة تقف ضد إقامة الإقليم في البصرة بسبب مخاوفها من البصرة، لأنه تمتلك خيرات كبيرة، هذا الإقليم يمتلك مقومات كبيرة تجعل البصرة مدينة كبرى في العالم، وبالتالي وجود المنافذ ووجود الموانئ ووجود النفط والزراعة وغيرها كلها تجعلها مقومات صحيحة لإقامة الإقليم، فهذه مخاوف وهاجس قوي كبير لدى كثر من الجهات التي لا تريد الخير إلى البصرة. هذا جانب. الجانب الآخر خلينا نحشي لك على المدن المخربة التي تحدثت عنها الموازنة المزمع تشريعها، بس إذا تسمح لي. نعم. قضاء الفاو جنوب البصرة، نعم، قضاء أبي الخصيب جنوب شرق البصرة، وقضاء شط العرب شرق البصرة، ثلاث أقضية ومعي ناحية السيبة وناحية عتبة بن غزوان وناحية البحار وناحية السويب، أربع نواحي وثلاث أقضية دمرت بالكامل في حرب العراقية الإيرانية، طبعا بنخيلها ببساتينها بعمرانها، ولم تتطرق الموازنة إلى شيء من إعمار هذه المدن. البصرة تمول هذه الموازنة بقيمة جزء منها يرجع تقريبا للدولة، الخزينة الدولة. نعم، الموازنة السابقة. نعم. الانفجارية كان يرجع جزء منها كبير لخزينة الدولة، ليش ما عمرتوا هاي المناطق؟ أنا أحشي لك لا أنا أحشي لك، لأنه تبدأ عملية الصرف بعد إقرار الموازنة الذي تقر دائما في شهر الرابع أو في شهر الخامس أو حتى في شهر السادس، ثم ترسل الموازنة إلى وزارة المالية للتخطيط أولا لبيان تقاطع المشاريع، ثم إلى وزارة المالية تخصيص الأموال، ثم تعاد إلى المحافظة بالشهر الثامن لغرض تعلن كمشاريع، وإذا فشل المشروع فيعاد إعلانه، وبالتالي لا تستطيع في الفترة المتبقية أربعة أشهر أن تصرف كافة الاستحقاقات، فبالتالي تشكل لجان لإحالة مشاريع، ثلاث لجان وأربع لجان في الفترة السابقة، ولا تستطيع أن تفي بالوقت اللازم لصرف كل هذه الأموال. طيب ارجع للسؤال، ارجع للسؤال اللي هو سؤال جوهري، ليش فرطتوا بأموالكم؟ عندنا قضاء، عندنا محكمة اتحادية، عندنا مجلس نواب، يعني هاي فلوس، فلوس موجودة استحقاقات هاي. استاذ انت تعلم انه هذه حصلت أزمة مالية، وحصل هناك تقشف، وحصل هبوط مفاجئ في أسعار النفط، وبالتالي قدرت الحكومة المحلية أنه لعل الحكومة الاتحادية بعد تعافي أسعار النفط بالتأكيد أن ترجع إلى مجازات أهالي البصرة، لكن أن تعد هكذا موازنة بالتأكيد هذا أمر غير مقبول. طيب لذلك يدعوننا الآن إلى الوقوف بجدية إلى أن نجابه هذا التصرف والتصدي لهذه الموازنة ما لم تحصل البصرة على استحقاقاتها الكاملة. ما تحدث به السيد النائب من أن البقاء على هذه الموازنة قد يدفع مواطني البصرة إلى أنه يعلنون الإقليم أو يقطعون النفط أو يقطعون الطرق، هل تؤكد هذا الموضوع؟ شوف أنت أستاذ الكريم، أنت نعم. تدري هذه الموازنة تعتبر مستفزة لمشاعر أهالي البصرة. نعم. لذلك أنا لا أضمن لك. طيب. ما سيحصل في البصرة بعد هذه الموازنة بصراحة أحكيها، لأنه الموازنة استفزازية وبالتالي همشت وأقصت الكثير. نعم. عذرا، يعني نفس السؤال، يعني إذا أكو عتب، وحضرتك عتبت على إقليم كردستان كثيرا، إذا أكو عتب فيوجه إلكم أنتم ممثلي البصرة، يجب أن تضغطون، وهاي الأرقام قدام حضرتك، يعني إذا الأموال موجودة بأرصدة المفروض البصرة، المفروض هاي ورقة أخوة، أنت مو مصدق كل حكي، هذا حبر على ورق. طيب حبر مثل ما تراجع، احنا حتى ضلينا نستحي بوعلي، احنا لا بسمح لي، اذا مثل ما نواب وتنفيذيي الاقليم يجون القلب بغداد ويضغطون ويصرحون ويهددون، لا احنا ما عندنا منتجعات ولا عندنا
سياسي عند عائلته هناك، عليك كيفك وياي شتى مو كلش. خو البصرة ما بيها فنادق يعني مثل أربيل. يعني هو هذا الضغط؟ إيه هذا الضغط. شو شلون قال الضغط؟ إذا أنت تريد، إذا على النواب، النواب كاظمين باب الوزارة المالية حتى ظلنا نستحي من قد ما نراجع على مستحقات البصرة وعلى تعيينات وعلى من شو، ظلنا نستحي المعاملة نمشي بها بالإيد. أنت ما طيب. عندك عندك نظام سياسي أو دولة تمشي بها بالروتين. يعني يا سيدي الكريم، هذول الوزراء، هذول الوزراء مو كرد. شلون؟ هذول الوزراء عرب وشيعة. يا وين هاي؟ هسه جاك وزير شيعي. لا لا ما احكي على المالية، روح لي على المشاريع المتوقفة اللي هي مشاريع الـ وزارة الإسكان ومشاريع وزارة الأشغال وغيرها. يعني هاي قضية اتحادية، أنا أتكلم عليك على المبالغ المستحقة لمحافظة البصرة من البترودولار اللي هو الكذبة الكبيرة. وماكو بترودولار، كذب، هو عبارة عن حبر على ورق غشمروا علينا بال 2010 لحد الآن، يسجلون أرقام بدون أن يكون هناك أي تجاوب أو أي سيولة مالية. يعني ما راح يحطون أي تزديد من البترول دولار، ما صار مبالغ هيك تافهة. يعني أنت إذا تتكلم مثلا من 2010 لحد إحنا ما مستلمين تفاليس، مستلمين البترول دولار. البترول دولار عبارة عن كذبة رادوا يمشون هيك يغشمنوا بها على المحافظات المنتجة. طبعا المستفاد هو الإقليم، خلنا نكون واضح ودقيق. والدليل على ذلك إحنا 2014، من 2014 إلى 2016 لو أقل المبالغ، مبالغ مخيفة. يعني لو سنة واحدة يطلنا إياها نقدر كثير من المشاريع اليوم المتوقفة، مشاريع ماي عندنا، وعندنا مشاريع مستشفيات، عندنا مشاريع مهمة استراتيجية. ويدري هو هاي طبعا كلها، طبعا أنا أكون واضح وصريح، حتى نواب الإقليم من نتكلم على البصرة يشعر بالتعاطف، يشعر يعني البصرة مظلوميتها تختلف عن مظلومية أي محافظة. خلنا أكون واضح. هسه طيب. تقول لي ليش؟ لأن إحنا ما عندنا ماي. يدري لو ما يدري اليوم الماي، شفت اليوم دزولي صور ما شط العالم ماي اسود، هسه ذات دراوكيه اسود ما نعرف ليش قلب اسود. هذا دليل احنا ماي ما عندنا. سوينا ببغداد، هسه احنا من نجي هنا لبغداد احنا نجي اسبوع ونرجع اسبوع، نجي هنا على الاقل نسبح. رقك يا بصراحه هناك ما نسبح، ما يقدر نسبح، ماي مالح. لذلك انت من نتكلم على البصره تتكلم كانه قاعدين احنا بالصومال مو قاعدين بالعراق. اين الكتل السياسيه اللي ممكن يعني ممكن انه تمرر اي شيء؟ أينها من مشاكل البصرة، من سرطان المنتشر بالبصرة، من الخدمة؟ هو يفكر بالانتخابات الجاية، يريد الكردي يصوت لي على مود إذا جاب رئيس وزراء. يا سيدي الكريم مو لهالدرجة. لا أنا قلت لك هالدرجة، شو مو هالدرجة؟ أو أنا قلت لك، عللت لك الأسباب اللي صوت على هاي الموازنة. لو عائلته بدبي وعائلته خارج العراق، وبالتالي هو ما يشعر بالمعاناة، لأن هذا حتى لو يروح للبصرة خلي يروح لساعة ساعتين بالطيارة، يروح الصبح يرجع الساعة بالخمسة. طيب لو أجرينا مقارنة ما بين الحصة النفطية اللي يقدمها إقليم كردستان أو اللي تقدمونها أنتم، في حال أنه صار إقليم البصرة راح تأخذون من أموال؟ لا عم نطيكم. ليش نطيطون؟ لا ما راح أصير مثل الإقليم. ايش قلت تطوني؟ لا جد، عن جد احكي. لا 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 باو علي، هو لو دستور وقانون وكلها تطبق سواسية من الشمال للجنوب، لو احنا كل واحد رافع رايه وعلم، لو هي قضيه قوه وقضيه فرض ايرادات وفرض انا اعلم للحكومه المركزيه، هذا موضوع ثاني. لو نريد دستور، احنا ليش كذب على ارواحنا؟ اليوم الاقليم ما عنده دستور ولا عنده قانون يلتزم به، ولا عنده اي اخلاق يتعامل مع الحكومه المركزيه، ولا عنده اي اخلاق يتعامل مع بقيه المحافظات. والا صار له سنين يضحك علي راح اعطيك 250 الف برميل. المشكله انا خلينا نكون واضح، المشكله مو بالمشكله بالفلوس اليوم، مشكله سياده العراق. انا هذا وزير النفط في اكثر من لقاء يروح لاوبك يقول له انت مو يمك الموضوع، انت عليك بس بالجنوب، الاخوان بالشمال عندهم تفاوض بعد. هذا تصريح من وزير النفط؟ اي طبعا، مو هذا الواقع. وزير النفط اتحدى اذا يقدر يفرض على الاقليم ينزل حصته بالاوبك، مو اكو اتفاق اوبك. نعم. يقدر يفرض على ابو الاقليم اذا هو احنا ما ندري قد يصدر، ما ادري قد يهرب باليوم. طيب تريدني اتفاوض وياه؟ احنا من نتكلم على قضيه اقليم، احنا الاقليم مثال، الاقليم مثال سيء ترى، مو اقليم، إقليم كردستان دولة داخل دولة، بل طيب أقوى دولة، أقوى من الدولة الاتحادية. طيب هي مشكلة الموازنة أو قلة حصة البصرة وغيرها من المحافظة، بعض المحافظات. طبعا شوال. بس اسمح لي، هي مرتبطة بالإقليم، لو مرتبطة بمناقلة قضايا أخرى، يعني هي يعني هسه فلوس إذا سحبتوا من الإقليم جزء من الفلوس تنسد الثغرات الباقية؟ طبعا تنسد. يعني أنا محتاج مثلا، هذا كتاب محافظ هو مسؤول تنفيذي، محتاج 4.5 تريليون، أنا مطيني 500 تريليون، ومطيل الإقليم 12 تريليون، 500 مليون، 500 مليار. نعم. خلي يعطيني من 3.5 4 أكمل بيه
طرقاعتي مال البصره، خلي ياخذ الباقي. طبعا هو الاقليم، الاقليم ماخذ حصه الاسد، الاقليم باوع لي الاقليم، الاقليم مو تمنجعه في الحاله. احنا ما نبي نحكي على الاقليم، الاقليم اللي يختلف هذه الموازنه على بقيه الموازنات. احنا كل ما نجي كل ما يجي لنا حكومه نقول يا الله راح تمشي الامور نكحلها، ما على قولتهم جاي كحلها يعميها. الاقليم ضايفين مبالغ للسنوات السابقه كديون مستحقه على الحكومه الاتحاديه على خزينه الدوله للاقليم، هاي الكارثه الكبرى. بدل انا ما اجي للاقليم هذه بهذه الموازنه مو اعاقبه، اضع شروط واضع نصوص رادعه لعمليات التهريب وعمليه الاستهتار الاقليم، لا انا اجي اكافئه. احنا هنا طرقاعه مو طرقاعه. خلينا ارجع الموضوع، يعني انت تقول لي التزم وغيري يلعب، يعني شلون ترضى؟ ارجع لموضوع اقليم البصره، وانا سالت استاذ رمضان البدران بانه هذه الدعوه اللي هي تاتي في سياق الحفاظ على الحقوق وحفاظ حقوق الناس من أهالي البصرة، طيب وإرجاع حقوقهم، طيب هذه الدعوة تكررت كثيرا وتعرقل تطبيقها، شنو الجديد بيها اليوم اللي يخليها أكثر جدية ويخليها على الأقل إذا كانت هي لأغراض الضغط ضاغطة، وإذا كانت هي حقيقية مرة باع. هو هذا الدعوات السابقة هي كانت تمهيد. اليوم أنت بنتكلم عن موضوع استراتيجي وموضوع مهم، وإحنا ما جاي نتكلم عن ناحية، نتكلم عن محافظة مثل البصرة اللي هي رئة العراق، اللي هي اقتصاد العراق 90% من عدها. أكيد هذا يجي بالتراكم، اليوم قدم الطلب والرفض، مجلس محافظة قدم طلب والرفض، قلت لك راح توصل مرحلة الناس تطلع للشارع. إذا وصلت مرحلة هيك من يقدر بعد يسيطر على الناس؟ هاي الناصرية صار لها سنة خارج التغطية. إذا صارت الناصرية مثل البصرة مثل الناصرية وانقطعت النفط وانقطعت الموانئ وانقطعت والناس نزلت الشوارع ونصبت الخيم بأعداد من يقدر يسيطر؟ هو هذا السؤال اللي نسأله، مو أننا نسأل على هذا. هو بالنتيجة راح نروح باتجاه الفوضى وباتجاه الحلول. هذا على مستوى الناس وعلى مستوى الساسة والكتل وأعضاء البرلمان، غصبا عليه يجي الناس السياسي أو النائب هو ممثل عننا. إذا هو يريد يحط له صومعة يقعد ببغداد، يقعد له بشقة ويرتب أموره ويعوف الناس، هاي مشكلته، هذا مو سياسي. طيب هذا ما يمثل البصرة. طيب ارجع لي أصلاً عليه يرجع حالة حال الناس. طيب أريد يعني أختم وياك هذا الشسم حتى أروح أنتقل لضيوف الآخرين إلى موضوع الموازنة. حضرتك تحدثت عن كيف أقرت في داخل مجلس الوزراء. إحنا إذا حلينا الموازنة هي مو قرار يتخذ شخص، اللي نفترض رئيس الوزراء أو وزير المالية، هي مجموعة قرارات يتخذها مجلس الوزراء. وانت تعرف حضرتك، اسمح لي، تعرف حضرتك تشكيلة مجلس الوزراء، وبالنتيجة يسأل، يعني هي مثل ما الموازنة راح تمر على مجلس النواب من أجل التصويت عليها، هي هم أيضا مرت عبر مرشحات مجلس الوزراء. مجلس الوزراء عبارة عن كتل، يعني يقول لك هاي الموازنة أقرت من قبلكم، مثل ما نقر سعر الدولار. من أقرت من قبل عبر مجلس الوزراء؟ اي طبعا مجلس الوزراء. اي مجلس الوزراء أنتم منين نزل من السماء مجلس الوزراء؟ مو بالضروره الفتح ولا صادقون ولا وين نعرف مجلس الوزراء احنا؟ ليش؟ ما نعرف منين اجوا؟ صوتنا عليهم اول يوم ما ندري بيهم. انا هو مو هنا السؤال، انا اليوم انت وزير المفروض تحكم ضميرك، عوف العواطف، عوف القضايا السياسيه، وعوف اليوم انت صح عائلتك ما موجوده بالعراق، صح انت عايش مدري وين اليوم، لكن اكو واتساب واكو وسائل تواصل، تدري المعاناه جاي يمر بيها بالبصره وبالوسط وبالجنوب. انا اليوم من اوضع موازنه، انت تقول لي الموازنه لا طلعت من وزاره الماليه، من وزير الماليه تحديدا. ليش يعني هو ما حطها وزير الماليه؟ لا هو حطها وزير الماليه، الخطوط العامه وزير الماليه. هسه اضافات وزير يضيفه على وزاره التخصيصات، هذا يريد البترو، يريد المترو بغداد، هذا يريد ميناء الفا، وهذا يريد شنو؟ يعني الموازنه تجي عبر الوزارات والسلطات، لكن اقرارها من قبل وزاره الماليه هي اللي حطت. طيب النصوص. طيب هي اللي وافقت. يعني انا فرضا لو كان مثل انا اقول لك، ليش اضرب لك مثل قانون الاقتراض، سدينا الابواب على تحويل الاموال، ما قدر وزير الماليه يتلاعب. طبعا طيب للعلم حاول. طيب باختصار شديد اريد انتقل، حاول يلقى له ثغره من تسويه الديون، مقاصة، ما قدر. غير عرقلة اليوم هذه الموازنة، طلع غير عرقلة المالية. غير عرقلة التصويت على الموازنة، ما هي نواياكم بالنسبة لتمريرها؟ حتى يعني ايش راح تسوون حتى تضمنون حصص محافظاتكم قبل ما نوصل للإقليم؟ يعني مناقلة عندكم، عندكم حلول أخرى لو بس تقاطعون؟ لا أكيد لا، احنا شنو نقاطع وأقعد ببيتي؟ لا لا لا، تقاطعون تمريرها وتمشي على راسي. لا لا قصدي لا لا، عندهم هاي خيارات. شنو الخيارات؟ خيارات هواي مثلا، كل حادثة حديث بصراحة. يعني هاي الموازنة غير تمر والبصرة تنظلم بيها، مستحيل يعني هذا الموضوع. عدة خيارات عندنا.
طبعاً من ضمنها المناقلة ونقعد وسجان نجمع تواقيع ومصدقين والناس تجي. النظام الديمقراطي والتسويت هو ولا؟ شنو النظام الديمقراطي؟ النظام الديمقراطي أبو الإقليم يلعب بيها وأنا قاعد شو اسمه ما مو نظام ديمقراطي هذا النظام استهلاكي بصراحة مو نظام ديمقراطي هذا النظام يبني على رأسي هذا مو نظام. طيب خليني أروح الأستاذ رمضان البدران. أستاذ رمضان يقول لك الإقليم ليس حلاً. سوء الإدارة يعني هيمنة الأحزاب الفساد المالي وما إلى ذلك يعني بالنتيجة اللي صاير وهي البصرة من ضمن التشكيلة لما راح تستقل بإقليم راح يتكرر نفس الموضوع الفلوس أيضا راح تنهب وخاصة أنه هي إداريا ما مهيئة لإدارة هذه الأموال الكبيرة اللي راح تجنيها فبالنتيجة الدعوة يعني فارغة من المحتوى. أستاذ سعدون مقاربة إقليم كردستان تفرض نفسها دوما. شلون؟ أكو للسؤال وأتمنى تعطيني الوقت أكو شقين. نعم. شق له علاقة بأفق المحافظة وشق له علاقة بما داخل المحافظة وما يجري بالمقاربة. إقليم كردستان ليس متنمر. إقليم كردستان ليس مستقوي على الدولة. طبيعة علاقته مع الدولة علاقة شريك. وشريك لديه وظائف واختصاصات إدارة الشأن المحلي. هذا لهذه التخصص في إدارة الشأن المحلي تعطيه حق أن يأخذ يقتطع من الموازنة ما يستحقه ليذهب لإدارة الشأن المحلي. المحافظات ليس لديها هذا الاختصاص. المحافظات ليست شريك. من يختار أن يبقى في ظل محافظة هو يعطي بغداد حق القيمومة عليه وحق ولاية الأمر عليه وعليه أن يقبل بوصاية ولي الأمر. إذا ما عجبت هذه الوصاية الدستور يقول له روح نصف عدد الناخبين يطلعون ويقولون احنا انتهى الموضوع ما نريد وصاية بغداد نحن نريد ان ندير شأننا بأنفسنا. بهذه الطريقة تتحول محافظة الى اقليم وتتحول الى شريك شأنه شأن كردستان. يعني مثل ما واحد قاعد وواحد معيشه واحد اخر عنده وظيفة ابو الوظيفة عنده راتبه وعنده اختصاصاته وعنده مهماته هو كردستان. اما المحافظات عبارة عن محافظات كيانات تمنح الابوية الى بغداد طوعا. ما يعجبك المحافظ بغداد روح الإقليم. التمرد والثورات والاعتراضات والفقر كلها مناطة بيك انت. تريد تبقى على بغداد هذا الموجود. تريد ما تبقى بغداد عندك سياق الدستور. يعني بمجرد ان تتحول البصرة مثلا الى إقليم راح تجي استحقاقاتها الإدارية او تكفح استحقاقاتها الإدارية حتى تصعد مخصصاتها بالموازنة. اذا اجينا للشق الثاني الان. لو تحولت البصرة الى إقليم هي ما راح تكون مثل كردستان. كردستان نظامه مركزي مو اتحادي. أربيل تمسك الفلوس ومية سليمانية الظاهر. مو هذا النظام اللي رسم الدستور. البصرة ان تحولت والمحافظات الى اقليم ستسير وفق الباب الخامس. الفلوس ما تكون بالمحافظة والمحافظ ورئيس الاقليم يلعبون بها وانما يبقى لهم فقط اختصاصهم. بقية الاموال تذهب الى الاقضية وبقية الاموال تذهب للنواحي وكل واحد يمارس دوره وناس يراقبونه. ناس المحليين يراقبون في اختصاصه. يعني استاذ رمضان عذرا وقتي قصير لانه وصلت الى ختام البرنامج. انت تتحدث عن شكل من اشكال النظام الاداري ما ادري ممكن تطبيقه في حال يعني تحولت البصره الى اقليم ام لا. خليني انتقل للاستاذ معين الحسن في فضاء دقيقه ونص لانه وصلت الى ختام البرنامج. اريد تقول لي البصره مهيئه اداريا لاداره نفسها على شكل اقليم؟ نعم هذا السؤال مهم وأنا أؤكد لك أن البصرة مهيئة إداريا لإدارة نفسها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية الذي حدده الدستور. بالتأكيد المشاريع التي تقيمها المحافظة في الوقت الحاضر هي مشاريع ناجحة إذا ما قورنت بمشاريع الوزارات. كثر من المشاريع بالأرقام أعطيك مشاريع فاشلة والآن هي في طور الاندثار في وهي منفذة من قبل الوزارات. مشروع البارحة كنا في زيارته أنا والأخ معالي وزير العدل يتعلق بإنشاء بنى للدوائر العدلية في منطقة الساعي فاشل منذ 8 سنوات. مشروع دار الأوبرا تابع لوزارة الثقافة مشروع وزاري فاشل منذ 10 سنوات. كثر من المشاريع إذا عدد لك هي فاشلة والمشاريع المحلية هي مشاريع ناجحة كمنطقة القبلة كمنطقة ياسيخ رابط الخطوط الناقلة. إذا عدد لك إلى بكرة أكثر من 600 مشروع نفذت خلال خطة عام 2019 وهي مشاريع ناجحة. إحنا إذا تحدثنا عن إقليم يعني نتحدث عن إعادة هيكلة المحافظة إداريا بشكل كامل.
يعني القضية ترى مو قرار بالتأكيد يعني. الأمر واضح أخي الكريم، الأمر واضح لا يتعلق فقط في جانب تنفيذ المشاريع، ولكن يتعلق بالجانب الهيكل الإداري والتنظيمي لهذا الإقليم، وبالتالي البصرة فيها حقيقة كوادر متقدمة ومهيئة وفيها إرث إداري كبير، ولكن على مستوى إدارة المشاريع هي نجحت بهذا المستوى، فبالتالي أكيد تنجح، لكن نحتاج إلى توافق سياسي كبير، ونحتاج إلى شوية التقليل من حدة التحديات. شوف خل أحشي لك المثال اللي يستحضر الآن فقهاء القانون يقولون القانون يكون خيوط العنكبوت، الحشرات الكبيرة تبتلعه والصغيرة تلتصق به فتموت. المحافظات التصقت في هذا الخيوط في هذه الموازنة فكادت أن تموت، لذلك أما التصويت على هذه الموازنة وتمويت محافظة البصرة، وأما إرجاع هذه الموازنة طيب. وإنصاف المدينة بالكامل طيب، خلينا وأما الظهور إلى عواد. خيار آخر. خليني أختم وياك أستاذ عدي عواد، من أنطيني قناعة أو أنطيني مبرر يقنع الجمهور أنه فعلا قضية الإقليم متبلورة، أنطيني جهات سياسية الآن مع الإقليم بالبصرة، سميلي الجهات السياسية اللي مقتنعة بالإقليم بالبصرة. جهات يعني باول هي قضية قناعة شعبية، والقناعة الشعبية الكتل السياسية هي منين الكتل السياسية؟ خب مو ميز وكرسي وغرفة، غير هو يعتمد على قاعدته الشعبية. إذا أغلب اليوم الإرادة الشعبية باتجاه شلون عرفت الأغلب الإرادة الشعبية باتجاه الإقليم؟ كان منين غير من البصرة ودي يعني غير من خلال الناس اللي جاي تجي جاي نسمعهم، اللقاءات المستمرة، وضع الشارع البصري هذا خو تحدث قريبين تحدث السيد، بالتالي هذه بالتالي الإرادة السياسية تتبع الإرادة الشعبية. تحدث السيد النائب يعني مساء أمس من في هذا البرنامج عبد الأمين المياحي عن مراسلات وطلبات من شيوخ عشائر ووجهاء في البصرة. قلت لك احنا بدينا بجمع التواقيع يعني هذا قلت لك على النواب نوابي يعني اكيد انه يتحدث عن وجهاء ورؤساء عشائر على الوضع الموجود وعلى هذه الموازنة وعلى هذا الشحن اللي جاي يصير. اكيد يعني انا اجزم لك انه اكثر من 99% من اهالي البصرة يرغبون باعلان الاقليم، لان الوضع الذي وصلت للبصرة لا يتحمل. يعني منو يتحمل ما عنده ماي؟ صار من 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 2003 لحد الان او من قبل او من ايام النظام البائد الماي ما موجود بالبصرة. مع عدم يسكت على هذا الموضوع، مع عدم وجود مجلس محافظة، مع عدم وجود لازم تروحون لجمع تواقيع الناس. انا اقول لك احنا بنقول اقليم خو ما راح يصير باكر الصبح، عارف اكيد يعني اكو اجراءات دستوريه واكو اجراءات، لكن انا اخشى من الطفره في الاجراءات واكون واقع وياك. لذلك احنا شنو الطفره بالاجراءات؟ طفره الناس تنزل للشارع. الناس اذا نزلت الشارع ما تسوي اقليم؟ لا سوي اقليم. ليش ما تسوي اقليم؟ ليش ما تسوي اقليم؟ الناس تقطع بالشارع، تقطع طرق بغداد، طريق العمارة، طريق الناصرية، يصير اقليم؟ ليش ما يصير اقليم؟ ما اعرف، بس هذا يصير تمرد ربما. هذا إقليم. هو جاي يدفعني للتمرد، هذه الموازنات السخيفة بصراحة، هو جاي يدفعني للتمرد، شو اسوي له يعني؟ عموما تبقى اكو قضايا اجرائية لازم احنا ماشيين بها، ما عندنا مشكلة، عندنا القضايا الاجرائية صحيح سابقا لم تكن موفقة لاسباب سياسية، لوضع اقليمي، لوضع معين، لكن انا اعتقد انه المرحله المقبله اذا بقى الظلم بعموم مو بس طبعا بالبصره، لو اتكلم عن الوسط والجنوب طيب. ومقارنته بالطرف الاخر بالاستقواء بالاقليم او بحكومه الاقليم صراحه راح يدفع العراق الى مزيد من المشاكل. إذن اعزائي المشاهدين يبقى موضوع اقليم البصره وحتى اقليم الجنوب مفتوح على أنه يتحقق، لو ما يتحقق. أختم حلقة اليوم شاكرا ضيوفي الكرام السيد عدي عواد النائب عن محافظة البصرة، السيد معين الحسن معاون محافظة البصرة كان معي من محافظة البصرة، ومن واشنطن كان معي أو معي السيد رمضان البدران الباحث في الشأن العراقي. ولكم أعزائي المشاهدين أوجه جزيل شكري وامتناني، وإلى لقاء آخر.